نبدأ بالأم والجدة مدام سمر والسيدة أمل. أستاذة أمل اتفضلي احكي لي ايه اللي حصل. كان يا فندم 12/9 اللي فات كان محمد عند بابا. سمر مطلقة بقالها 5 سنين ونص. فسمر عنده كم سنة؟ الطفل عنده 5 سنين و3 أشهر. دلوقتي عنده 5 سنين و6 أشهر. مخطوف من 12/9. فالطفل كان عند بابا، انا فاتحه محل خياطه ترزيه حريمي، فاتحه في قلب الشارع عندنا في الكرنس الدهليه. فالطفل جه، ايوه جه من عند بابا اللي هو الطليق. اطلع لمامي يا محمد، قال لي يا تيتا انا هلعب شويه. فشويه انا طالعه قفلت محلي وطلعت لسمر، يا سمر محمد عندك؟ قالت لا يا ماما. نزلت سمر مباشره دورت على الطفل مش لاقياه، لقيتها جايه تعيط. ايه يا سمر؟ قالت لي يا ماما انا مش لاقياه. فكان عندنا حنه كبيره جدا في قلب الشارع، نزلت انا دورت عليه ما لقيتوش. اتصلت وقتين على الطليق اللي هو ابوه، قلت له لو سمحت تعالى لان محمد عندك. قال لي لا مش عندي، انا مش بعته. قلت له انت ما طلعتوش فوق الشقه، انت سلمته في الشارع. لاني فعلا انا كنت فوق في شقتي بتغدى، لان كنا ايام مدارس وايام عيد يا دكتور عمرو. اما سمر نزلت دورت مش لاقيه، طبعا قعدت تعيط. انا دخلت الحنه دي لان الحنه دي كانت قافله البلد فعلا، ما لقيناش الولا. دخلنا المركز بتاع الشرطه، قال لك لابد يفوت على الولا 48 ساعه. احنا في ال 48 ساعه دكتور، انتوا قريه ايه؟ احنا ده اهليه، مركز دي كرنس. مركز دي كرنس. اما دخلنا طبعا على في مركز الشرطه اللي هو الاسم، ما فيش اي حد اتحرك يا دكتور، ما فيش اي حد اتحرك خالص خالص. دخلنا اتهنا في المركز، ابني كان جاي حرس جمهوري جاي عشان ابني، كل ولادي جم. انا عندي 3 اولاد، عمر وسمر ومحمد. وقتيا طبعا كل واحد نزل، محمد ابن حرس جمهوري، عمر ابن فتح في شرم الشيخ في رويسات. نزلوا وقتيا دوروا على الوله مفيش. دخلوا المركز، ابن اتضرب على بوابه المركز 3 اقلام طبعا قدام الضباط وقدامهم كلهم، عشان احنا ما صورناش بالكاميرات، ملناش حق. لا لينا حق على دولتنا وعلى شرطتنا. سمر دخلت، يعني كنت انا متابعه لان سمر من النوع الهادي. دخلت بعد شهر طبعا بعد المرمطه. شهر؟ لا دخلنا مباشرة تاني يوم يا دكتور عمرو. يعني كل يوم يا دكتور عمرو 3-4 مرات في المركز لحد النهارده. لغاية النهارده هم مش عايزيننا نوصل صوت لأي مسؤول، لأن سمر لما دخلت كانت، يعني سمر داخلة بقى تتكلم، ابنها مكلومة زي ما أنت قلت يا دكتور عمرو. دخلت بتكلم، أنا جوه طبعا، أنا واحدة تعبانة جامد وبتعالج هنا. فسمر انا قال لي لو سمحت يا مدام امل تجي تتفرج على شرايط الفيديوهات بتاعت الحنه. رحت اتفرج ما فيش اي حاجه. قلت له انا واحده تعبانه. قال لي هاتي لي بنتك. قلت له ماشي اجيب لك بنتي. ضربت على سمر وقلت لها يا سمر لو سمحت تعالي اتفرج على الشرايط. فسمر دخل على اساس ايه اتفرج على الشرايط؟ ان انا اطلع الطفل ان كان الطفل دخل الحنه ولا لا. سمر دخلت الحنه، فدخلت المركز. فسمر دخلت طبعا منهاره. الغفير قال لها لا ما انتش هتخش. بزعق مع الغفير، راح واحد ضابط طالع يقول لي امشي اطلعي بره. قلت له انا قاعده مستنيه رئيس المباحث وانتوا المصريين بيا اجي اشوف الفيديو في ايه، محمد فين. فقال لي، فبدا الصوت معانا ومعايا يعلى. قال لي اسكتي، انا لو ماموره اضربك بالنار انا هضربك. ماما قالت له طب اضربها. قال لها انا لو ماموره اضربها هضربها. ايوه قلت له اضربها، ارفع طبنجتك واضربها. طب مدام سمر معلش اشرحي لي يعني ايه اللي حصل في اللحظه ما بين والده جابه عند البيت لغايه حضرتك؟ وهل جالكوا اي معلومات ان هو راح يشتري حاجه، راح يجيب حاجه؟ راح يشتري من محل الصعيدي ايس كريم، والكاميرا جابته فعلا. وبعد كده كاميرا ايه اللي جابته؟ كاميرا المحل، تتبع المحل، كاميرا المحل بتاعت الصعيد. اخر ظهور ليه في المحل الساعه 7:30. يعني والده لما جابه الساعه كام؟ جابه الساعه 7. 7 وبعدين هل والده متعود لما بيجيبه بيطلعه لغايه البيت ولا بيسيبه يطلع؟ بيسيبه تحت البيت يا دكتور. بيسيبه تحت. انتوا متعودين على كده. وسمر اتخطبت يا دكتور 4/8، الواد اتخطف 12/9 بعد سمر ما لبست الشبكه مباشره. بعد سمر ما لبست الشبكه الواد اتخطف، لدرجه ان احنا شكينا في خطيبها متزوج، شكينا في اهل مراته. احنا شكينا في الكل يا دكتور، في اهل مراته. هل هو الاب عشان يحرق دم دي او يحرق حياتها؟ مين اللي خده؟ الاثنين دخلوا المركز واتحطوا في الاسم. انت دلوقتي وحتى الكاميرات، احنا ممكن احنا في كرنس يا دكتور كذا كاميرا، الشارع كلها كاميرات متابعه. احنا لو كنا نزلنا بشغل بحيزيه كنا جبنا الولد، لكن هم ما اشتغلوش يا دكتور. منزلني بعد 43 يوم يفتح لي الكاميرات، اللي هو رئيس المباحث
كل ده على يد رئيس الجهاز محمد بيه فتحي. قلت له ليه يا محمد بيه كده؟ ليه التدمير ده؟ لدرجه ان انا رحت المدير الامن عاصم بيه حمزه ورحت لسعاد بيه عماره مدير البحث الجنائي. قال لي كلمه مدام امل، خلينا بعد الانتخابات، هي حياه طفل ما تسواش. يعني معلش يا دكتور عمرو، معلش ده مش حياه طفل، حياه بني ادم. ومحمد ابن سمر عامل علامه الريس، انا يا ريس انتخبتك في كل حاجه. محمد يتخطف ليه يا دكتور عمرو؟ ليه حياتنا مدمره بقالها 14 شهر؟ ليه يا دكتور عمرو؟ وانا الانتخابات كلها تساوي حياه طفل واحد، وانا اللي بقول لك. والمرشحين سياده المرشحين عملوا علينا لعبه يا دكتور، احنا اتدمرنا يا دكتور. رحنا مديريه الامن. كمليه يا مدام سمر. وبعدين يعني محمد دخل بعد ما والده نزله، دخل محل جلاتي. وبعدين فعلا الايس كريم وطلع من المحل اختفى. محدش شافه بعد ما جاب الايس كريم ولا حد سمع عنه اي حاجه. كاميرات المحل صورته وهو بياكل او ياخد ايس كريم. طيب هل حد اتصل بيك يا مدام سمر بعدها قال لك عرض عليك انك انت تدفعي مبلغ زي ما بيحصل في هذه الموضوعات؟ لا محدش اتصل خالص. طب انا هسالك بوضوح كده، اتفضل، مين اللي خطف ابنك؟ اكيد لو انا عارفه مش هفضل قاعده هنا دلوقتي. فعلا يا دكتور، احنا لو احنا عارفين مش جاي. طب والده عمل ايه؟ هو دخل المركز، حجزوه في المركز تقريبا حوالي شهر. حجزوا ابوه؟ حجزوا ابوه. ليه بقى؟ مشتبه، شاكين فيه. وطلع من المركز قعد بره اسبوعين ما دورش، فتح المحل بتاعه وعادي عادي يا دكتور. عملوا تحريات تاني، حجزوه تاني شهر تاني. انا رحت اتكلمت مع بابا، قلت له محمد، قال لي انت انا هاخده اعمل بيه ايه؟ هحرمه منك ليه وانا بشوفه وهعمل بيه ايه؟ طلع من المركز بعدها بيوم على اساس ان هو يدور، كلمني قال لي اعمل ايه؟ انتوا عملتوا كل حاجه، انا اعمل ايه بقى؟ يعني ده مش الاب يا دكتور عمرو. ممكن اسالك انت تتوقع ابنك يكون فين دلوقتي؟ بصراحه العلم عند ربنا. عندك امل انه عايش؟ اكيد اكيد عايش. طب ايه المطلوب عشان خاطر؟ المطلوب يا دكتور عمرو انا بقولها لك بامانه، لو كانت الدوله اشتغلت ما كناش وصلنا لكده. المطلوب النهارده ايه؟ كلمي يا سبا. المطلوب كل حاجه تتغير. حياه الاطفال فين؟ اطفال بتضيع، المجتمع بيضيع خلاص. فين ولادنا؟ راحوا فين؟ ابني النهارده 110 يوم معرفش عنه حاجه، ما فرحش بالمدرسه بتاعته اللي هو داخلها، ما لبسش هدوم العيد بتاعته اللي انا جايبها له. وبرضو انا بكرر السؤال، ما حدش كلمك؟ ما حدش كلمني عرض فدية، طلب فدية، طلب حاجة، ولا حد قال لي اعملي حاجة ولا اي حاجة منه.